السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم رياضيات الصف الخامس ابتدائي، وصلنا إلى الفصل الثامن الهندسة. نحل الاختبار القبلي صفحة 145. صنف كل زاوية مما يأتي إلى حادة أو قائمة أو منفرجة. أنتوا أخذتوا الزوايا في الصف الثالث والصف الرابع. أول شيء اتذكر بالزاوية القائمة، الزاوية القائمة التي تشبه المربع، هذه الزاوية القائمة التي تشبه المربع، قياسها هو 90 درجة، قياسها 90 درجة. الزاوية الأولى زاوية منفرجة، زاوية منفرجة تكون قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة، يعني عندنا هذه الزاوية الأولى هي زاوية منفرجة، هنا نكتب زاوية منفرجة، منفرجة اللي تكون قياسها أكبر من 90 درجة. الزاوية الثانية هي الزاوية القائمة اللي تكون قياسها 90 درجة، هنا نكتب زاوية قائمة، زاوية قائمة اللي شكلها يشبه شكل المربع. الزاوية الثالثة زاوية حادة يكون قياسها أقل من 90 درجة، زاوية حادة، زاوية حادة. هسه هنا عندنا هذه الزاوية زاوية منفرجة، والزاوية الثانية زاوية قائمة، والزاوية الثالثة تكون زاوية حادة. ما نوع زوايا كل شكل من الأشكال الآتية؟ هنا تلاحظون هذه الزوايا زوايا المثلث، شو يكون هنا هذه الزوايا؟ هذه الزوايا هي زوايا حادة، تلاحظون هنا هذه الزوايا، هنا عندنا هذا الشعاع وهذا الشعاع، هنا عندنا هذا يشبه شكل المثلث، هنا عندنا هذا المثلث، يعني هذه الزوايا مالته هي زوايا حادة، هنا نكتب زوايا حادة، زوايا حادة. هنا عندنا هذا الشكل، شو تلاحظون هنا عندنا الزوايا مالته؟ الزوايا مالته هنا تكون زوايا منفرجة، زوايا منفرجة مثل ما تلاحظون هذه الزوايا تكون زوايا منفرجة، هنا نكتب زوايا منفرجة. وعندنا هذا المستطيل، هذا المستطيل تكون الزاوية مالته زاوية قائمة، زاوية قائمة اللي ذكرت انه الزاوية القائمة هي تشبه المربع، او هنا عندنا المستطيل، هذه الزوايا تكون زوايا قائمة، زوايا قائمة. هسه هنا عندنا هذا المثلث الزوايا مالته زوايا حادة، وهذا عندنا هذا الشكل الخماسي الزوايا مالته الزوايا هنا تكون زوايا منفرجة، وعندنا المستطيل تكون الزوايا مالته زوايا قائمة. سمي الشكل الذي رؤوسه النقاط المبينة على الشبكة، عندنا هذه الرؤوس المبينة على هذه الشبكة، وهذه عندنا الأضلاع. شو تلاحظون هذا الرسم، هذا الشكل، هذا الشكل هو شكل المستطيل، هنا نكتب المستطيل، المستطيل. الشكل الثاني مثل ما تلاحظون شكل المثلث، هذا عندنا هنا ثلاثة أضلاع، شكل المثلث، هنا نكتب المثلث. عندنا هذا الشكل هو شكل المربع، شكل المربع، هنا أربعة أضلع، هنا نقول المربع، يعني هنا عندنا المستطيل كم رأس به؟ بأربعة رؤوس، والمثلث ثلاثة رؤوس، والمربع أربعة رؤوس. أصل كل شكل باسمه واكتب رمزه. عندنا النقطة العاشرة، هذا الشكل هو شكل الشعاع، شكل الشعاع اللي إله نقطة بداية وما إله نقطة نهاية، يعني إله بداية وما إله نهاية، هنا نقول الشعاع، هنا نجر خط على الشعاع. رمزه هنا شلون نرمز إله الشعاع؟ يكون إله نقطة بداية وما إله نهاية، هنا نقول ألف وباء. 11. الشكل هو المستقيم، الشكل المستقيم اللي ما إله لا بداية ولا نهاية، مثل ما تلاحظون هذا السهم، يعني هذا السهم ممتد، هذا السهم يعني ممتد مستمر،
ممتد مستمر ما إلى لا بداية ولا إلى نهاية. هنا نقول المستقيم، المستقيم، وهذا رمز المستقيم اللي هو ألف وباء. عندنا الشكل النقطة 12 هو القطعة المستقيمة، القطعة المستقيمة إلى بداية وإلى نهاية، هون قطعة المستقيمة إلى بداية وإلى نهاية. هنا نقول رمز قطعة المستقيمة اللي هو ألف وباء. هذه هي الأشكال. الشكل الأول هو الشعاع إلى نقطة بداية بس ما إلى نقطة نهاية، هنا نقول الشعاع. والشكل الثالث هو القطعة المستقيمة اللي يكون إلى بداية وإلى نهاية. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.